مرض الكزاز القاتل يسمى التيتانس. مرض الكزاز هو مرض قاتل تسببه بكتيريا تنتج سم يصيب الجهاز العصبي وتؤدي إلى تشنجات في عضلات الوجه والفكين، ومن هنا سمي الكزاز لأن المريض يكز نتيجة التشنجات. تتطور الأمور إلى حدوث تشنجات في الجهاز التنفسي تؤدي إلى الوفاة. البكتيريا المسببة لهذا المرض تعيش في أمعاء الحيوانات، وتخرج هذه البكتيريا مع روث الحيوانات أكرمكم الله، وتكون موجودة في التربة ولديها القدرة أن تكون أبواب. هذه الأبواب تحميها في الظروف الغير مواتية، وتستطيع البكتيريا أن تعيش لسنوات تقاوم كل الظروف. وإذا تعرض الإنسان لحادث سير وسقط على الأرض أو دعس مسمار ملوث، تدخل هذه البكتيريا وتفك الأبواغ وتتكاثر وتنتج هذا السم الذي يصيب الجهاز العصبي. تكمن الخطورة أيضا في الكزاز الوليدي عند المواليد نتيجة للأسف للعادات السيئة التي تستخدم، مثل قطع الحبل السري لأداة ملوثة، أو الرش على السرة ببعض الرمل لإيقاف النزيف، أو ربط الجرح بشاش ملوث. كل هذه الأشياء تؤدي إلى الكزاز الوليدي المميت. للوقاية من هذا المرض القاتل علينا إعطاء التطعيم لأطفالنا وللنساء الحوامل لحمايتهم ولحماية المواليد، ودمتم بخير.